سي رشيد، سي رشيد شملان رئيس عصبة مراكش تنسيف الحوثي لألعاب القوى، اليوم حضرنا معكم الجمع العام الثانوي. كانت بزاف ديال المعطيات، بزاف ديال المشاكل طرحات، كاين اقتراحات ديال الحلول. سي رشيد، فبالنسبة أي متتبع ألعاب القوى فتنعرفوا ألعاب القوى ديال العاد ديالكم فاش كنتوا تمارسوا العاد ديال التسعينيات القرن الماضي، ماشي هو هذا العاد هذا، كيفاش تخرجوا بعد هذه السنوات المقبلة لألعاب القوى الوجود باش أنه نشوفوها تمثل المغرب على الصعيد الدولي كيف كنا تنشوفوها من صاب؟ إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بدور كرئيس عصبة مراكش تنسيف الحوز، ولكن ما نهضرش كرئيس عصبة تنسيف الحوز، كعد غيور على ألعاب القوى. أنا بدي ما راضيش على هادشي، ولكن ملي جينا تنحلوا كيفاش نردوا أبطال ديال المستقبل، لقينا بأن واحد الناس اللي كانوا قبل كانوا حاولوا يوجدوا غير على واحد الفترة قصيرة، وديك الفترة وصلت واحد الوقت اللي كان النهاية ديالها. الجامعة اليوم خدت على العاتق ديالها أنها باش تكون عداءة، ولكن ملي غتكون غيبقى كان هذا الرئيس ولا ما كانش غتمشي المسيرة إن شاء الله، باش ملي تتبناو بنية تحتية مهمة، مثلا نقولوا خمسة المراكز الجهوية للتكوين، حلب 21 حلب المطاطية، أكاديمية محمد السادس لألعاب القوى، هادشي ان شاء الله. ولكن اكيد ان شاء الله هذه السنوات الفريطه كان البنيه التحتيه، هاد الربع سنين اللي جايه غنركزوا مليار، نقدر نقول لك مليار في المية على كل ما هو تقني ان شاء الله. وبهذه المناسبه انا تنبغي نقول للناس ديال العاب القوى الله يهديهم على العاب القوى، راهما اليوم ولاد العاب القوى اللي استفدوا من العاب القوى، المس فيهم بانهم تهرسوا 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 بعد العداءه. وتبارك الله عداءة كانوا عندنا اللي المسيره ديالهم كانت تمشي، كاين نقدر نقول لك كاين بزاف ديال العداءة اللي تظلموا وتظلموا من 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 الاتحاد الدولي السابق، واللي اليوم تنقولها من هذا المنبر اللي الاتحاد الدولي السابق تشد عليه بانه رئيس غير صالح، المدير المنشطات غير صالح، اللي هما وكانوا معاهم ناس من هنا من من من, من المغرب اللي تشتغلوا في الاتحاد الدولي السابق، اللي كانوا تتناوروا على المغرب، ولكن اليوم عهد جديد، رئاسة جديدة للاتحاد الدولي، رئاسة جديدة ديال الألعاب القوى، وإن شاء الله أكيد غيكون الخير إن شاء الله. إن شاء الله سي رشيد، وهذا الشيء اللي مثلنا عليكم في خلال التكريم ديال ثلاثة العداءة، الشباب اللي شرفوا المغرب وشرفوا مراكش، شرفوا عصبة مراكش تنسيف الحوز في الاتحاد في المسابقات الدولية، نتحدثوا على التكريم والأهداف ديالهم المستقبلية باش أنه يتحمسوا هاد اللاعبين هادو. بسم الله الرحمن الرحيم. التحفيز ما جاش عن فراغ، يعني العصبه حطات واحد الاستراتيجي كيفاش تكرم العداءه، اللي الحمد لله عداءه اللي نابل اسامه اللي احتل المرتبه اللي وصل فيناليست في 800 متر في الدوحه، وكان تروازيام شامبيون دافريك. ملي تنقول انا تروازيام شامبيون دافريك راك شامبيون دا شامبيون دي موند، لحقاش تنافسوا بزاف مع الاوروبيين مع لي زافريكان. عطينا حفزنا اسامه نبيل باش نحفزوا به وليدات وحدين اخرين اللي جايين من وراء نبيل اسامه ان شاء الله، وكذلك حفزنا واحد في التحكيم باش نعطيو فرصه للناس ديال التحكيم، وكذلك حفزنا احسن مدرب ديال الجهه اللي باش نخليو بلا مدرب ما كاين والو. وان شاء الله حنا زعما نقدر نقول لكم عندنا دم جديد باش نخدموا العاب القوى من قلبنا، والله الله الله شاهد ان شاء الله شنو بغينا الالعاب القوى، شنو بغينا لوليداتنا، وشنو بغينا لهاد الوليدات ان شاء الله.